ما هلا مشاهدينا وصلنا لفقرتنا الأخيرة يا سلمى من صباح نغير. أكيد ليا، لابد للفن الحقيقي والإبداع السوري أن يعرض لأكبر عدد ممكن من الجمهور، ولابد لإيقاع الآلات وتناغم الألحان أن تروي كل متعطش للفن. من هذا المنطلق تم مؤخرا ضم مجمع دمر الثقافي إلى دار الأسد للثقافة والفنون ليتكلل المسرح بأسماء أعرق النجوم وبإقامة أهم الفعاليات الثقافية. لحتى نحكي أكثر عن نشاطات مجمع دمر الثقافي، أكيد بصيرنا نرحب بالأستاذ جوان قرجولي مدير دار الأسد للثقافة والفنون. صباح الخير. صباح الفل والورد. سعد صباحك. مبروك مبروك هالانطلاق الرائع وهالنجاح المبهر. تسلمي ستنا، تسلمي كلك ذوق. شكرا كثير. سعد صباحك عن جديد. خلينا بالبداية نحكي عن مجمع دمر الثقافي وانضمامه بشكل كامل لدار الأسد للثقافة والفنون. يعطيكم العافية وشكرا لكم لتخطيطكم ومتابعتكم لنا، ويمكن اللي انتم بتعرفوه عن المجمع يمكن اكثر بكثير من اللي احنا بنعرفه حقيقة. المجمع هو الان هو مديرية من مديرياتنا. اول سؤال بيخطر ببالنا انه شو الفرق؟ شو صار هلا؟ انتم بالنسبة لكم شو صار؟ بالنسبة لنا نحن كدار اوبرا نفكر بثلاث مسارح، صرنا نفكر هلا بسته، لانه المجمع فيه ثلاث مسارح حقيقه. مسرح صغير بنسميه قاعه المحاضرات 60 كرسي تقريبا، المسرح المتوسط او المغلق 314، والمفتوح اللي هو بنعتز فيه حوالي 3200 شخص كحضور. ف بظل هالحرب اللي عم تصير يعني شفناها كلنا وسنين طويله، بالنهايه الرابح الوحيد في كل حرب هي الثقافة. الثقافة هي اللي نحن أصلا هي الحرب حرب ثقافة، حرب ثقافة فكر، فكر ناس حضاريين عندهم مسارح وعندهم من 7000 سنة عندهم بناء تحتية ومدن مري وبكل تفاصيلها. فلذلك قلت أنا تنتصر الرابح الوحيد نصرا الثقافة. الآن هذا المجمع هو جزء من الحركة الثقافية بالبلد. نعم أنا بأول حفل أعلنت أنه هذا صار أوبرا دمر. صار عندنا اثنين أوبرا، لكن لازم ننتبه أنه أنا أعلنت ولادة أوبرا دمر وليس يعني الإعلان الكبير. الولادة تحتاج إلى وقت شوي لحتى نظبط المسارح اللي بنحكي فيها، نظبط المكان، نرفع من النوعية الحفلات النوعية. في البداية الحفلات نوعية نعم، وعم نحاول هلأ نجيب الجمهور على المسرح. في كثير ناس عايشه بمشروع دمر ما بتعرف انه في هذا المسرح موجود حقيقة. صحيح صحيح حقيقة. استاذ يمكن انت عندك الايمان المطلق بنجاح هيدا المسرح، يمكن مشروع كثير مهم، بلشتوا باول حفله وبلشتوا بثاني حفله واليوم في الحفله الثالثه. كيف رضاك عن نتائج المسرح من تقنيات، من حضور، من يمكن خلينا نحكي من جميع النواحي؟ شوفي لك هلا، في البدايه اذا يعني ببدا بنهايه سؤالك، تقنيه من الناحيه التقنيه قدرنا نخدم هذا المسرح بمساعدة من أصدقائنا وبجزء من تجهيزات الدار، سواء بالاتجاه الصوتي أو التقني أو حتى شوي من الإضاءة. هلأ بيحتاج إلى في احتياجات معينة، بعتقد من هلأ لآخر السنة بنقدر نتقاسم رغيف الخبز خلينا نقول بين أوبرا دمشق وأوبرا دمر، لكن بالنهاية رح يكون لهم تجهيزاتهم وحفلاتهم. أنا بالنسبة إلي يلي فاجأني حقيقة هو الجمهور. أولا المكان غير معروف بالنسبة لهم، صار معروف فجأة، ومثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء هلا، إذا بيحضر الحفل 1000 شخص فالمسرح فاضي. صح. بس 1000 شخص ما له رقم قليل. نحن بأول حفل مصطفى هلال كان في 2100 شخص حضور تقريبا. بعتقد اليوم بحفل ليندا ايضا رح يكون فيه، وفناننا رضا ايضا كان فيه، اياد رماوي قادم كمان. ف عمليا خليني اقول العجله انطلقت. قد ايه بالمية رضاك؟ هلا لاقول لك شو، في احد اصدقائي كان بالمكتب لما اجانا القرار موقع وانضم، فانا بكتب بالعاده لما بخطط بكتب، نحن هيك تعلمنا بالتخطيط الاستراتيجي انه بس كتبت بده يتنفذ. صح. فشافني عم بكتب، كتبت انه مجمع دمر ثقافي، وكتب بين قوسين اوبرا دمر.
فهو شافني كتب قال لي معناته بدها تصير بدها تصير ما في مجال. هلا رضانا يعني خلينا نقول 90%. لا شك انه في شويه اخطاء بسيطه، بالنهايه مكان جديد بالنسبه لنا. بس انا حقيقه بدي اوجه تحيه لكل العاملين اللي بمجمع دمر او اوبرا دمر واوبرا دمشق اللي هن استنفروا معنا على الاخر، المراسم، التقنيات، الحراسه، الانذار، كل الشعب وكل التشكيلات. نحن باول يوم 86 عامل طلعوا من دار الاوبرا لدعم اول حفل وثاني حفل وحتى اليوم 86 ما له رقم قليل. يلي بيشوف بيراقب الحركه، باصات طالعه ونازله وسيارات ونقل وبورتيكابلات وما بعرف ايش وهيك، بيعرف انه في شيء عم يصير والقادم احلى ان شاء الله. اكيد بدنا نوجه لهم تحيه لكل الشباب العاملين باوبرا دمشق وايضا العاملين باوبرا مشروع دمر. بدي وجه تحيه لعامل يلي اصيب، انا حكيت باول اصيب باول يوم تحضيرا لاول حفل، والله يعافيه ان شاء الله وعم تابعه كل يوم. بس دائما يعني هو خلينا نقول من مصابي الثقافه فليكن معلش الثقافه الحمد لله على سلامته يا رب. الحمد لله على سلامته. يعني هون الناس بتسال هل حتحل اوبرا دمر محل اوبرا دمشق، ولا فينا نقول ممكن تاخذ الافضليه بالصيف باعتبار المسرح مكشوف؟ لا لا، شوفي هو الموضوع موضوع تنسيق. انا قلت لك بالبدايه وتقصدت قلت لك بالبدايه عم نفكر بست مسارح. الان في الشهر السادس والسابع اوبرا دمشق بتدخل بالصيانه. تمام؟ صح. فحتى ما توقف الحركه الثقافيه بستغل السادس والسابع بالمكشوف. وحتى بناخذ جزء من الثامن. هلا بس بلشت الفتره الشتويه بعمل صيانه بالمكشوف وبالتالي بنرجع بهذا التنسيق. هو موضوع تنسيق هيك الناس ما بتنحرم من دار الاوبرا لا بالصيف ولا بالشتاء ولا باي فتره صيانه. نعم استاذ جوان، يمكن خلينا شوي هيك نحكي اكثر. هلا نحن عندنا حفلات لاثنين اب، نحن بنعرف شو هو ل 14 اب، نحن بنعرف البرنامج شو هو. ما بعد رح تفتحوا باب لفعاليات شبابيه ما هي بالمعهد او معنا اساتذه، فعاليات شبابيه او مواهب شبابيه تشارك بهذا المسرح او تقوم بفعاليات او باقامه حفلات شبابيه او مسرحيه؟ بدي اسالك سؤال، انت مراقبتيني على الاقمار الصناعيه شيء؟ خوفي لانه امبارح كنا عم نحكي بهذا الحديث. والله ما خطيره انت على فكره. حقيقه رح يكون يعني بدانا الان نقول بلش نحجز المسرح، يعني يمكن ما عاد عندنا وقت لاخر اب. في ثلاث حفلات من 20 اب وفما فوق، واحده منهم للشباب مثل ما تفضلتي. بلش هي الحركه بلش. حلو. رح نرجع مره ثانيه. شوفي هلا الشروط هي فنيه. أوكي. فنيه بحته. هذا السؤال كان بدي اسالك اياه، انه رح نرجع مره ثانيه لنفس الجدالات السابقه اللي كانت موجوده بدار الاوبرا بدمشق، انه من رح يكون موجود، هل له الاحقيه انه يظهر او هلا. كل شخص بيقول انا من حقي اطلع على المسرح يواجه بالطرف الاخر. هو نحن بنقول نحن من واجبنا نحمي هذا المسرح. هلا انا عم اقول المستوى الفني، يعني انا هلا سلمى حبت اليوم تعمل حفل موسيقي. انا بغض النظر اذا كانت سلمى اكاديميه ولا لا، بغض النظر هي كانت لها وجودها ولا لا، نحن بنشوف العرض على سي دي بالنهايه. اذا شفنا انه في مستوى فني فليكن. كل شخص لا يقبل سارح من اوبرا دمشق الى دمر هو فقط للمستوى الفني. ما بيهمني بافاروتي مثل ما بنعرف ما كان بيقرا نوطه. انا بس بستغرب بشوف بعض النقد انه والله فلان بيغني بمطعم ولا فلان ما بعرف ايش. كل الموسيقيين والمغنيين اغلبهم هن بالنهايه اذا غنى بمطعم بس لانه لا يعيش، بس هو يقف على المسرح نجم. حقيقه هيك. فهو فقط التوجه باتجاه الفن بحيث يكون يليق بهذا المسرح والجمهور بس. نعم استاذ جوان، خلينا نحكي يمكن انطلاقه مفاجئه وانطلاقه مسرعه على مجمع دمر الثقافي، حطيت ثقتك باشخاص وكانوا قد الحمل مثل طبعا ما ذكرت. خلينا نحكي عن هالحفلات يلي عم تاخذ صدى كثير كبير بين الناس، عن اهم البرامج واهم النجوم السوريين بامتياز يلي عم يكونوا على المسرح. هلا من ليندا للمايسترو عدنان هلا رح اقول لكم شغله. نحن الان في البدايه. يعني انا حسبناها هيك اعتقد لنهايه ايلول لسه بنقدر نستخدم المسرح المكشوف. فعمليا لسه ما بلشنا. هلا في بعض الفنانين كان مبرمج حفل لهم
أجلناه شوي لأنه كمان ما بصير نزت ورقنا كلها دفعة واحدة. ففي قادم يعني في حفل مثلا لميس حرب، في حفل لميادة بسيليس، في حفل لشادي جميل، الأسماء اللي بنعتز فيها، الفرق اللي بنعتز فيها السيمفوني ولا الوطنية عدنان فتح الله أو حتى أوركسترا ماري، فرق الكورال، هذا كله موجود، هي موجودة عنا. لكن هو موضوع برمجة مو أكتر. أنا مبسوط أنه مثل ما قلتي هي حركة مفاجئة، ونحن تعودنا دائما نكون يعني نكون جاهزين حالنا وبعدين نفاجئ لسبب واحد. أنا كنا عم نحكي تحت الهواء وطلعنا هواء، وهلا بدي أقولها، انطلقت العجلة ما عاد تتوقف، خلص مشيت. هلا اللي بده يوقفها صار موضوع آخر، بس هي مشيت خلص. أكيد نتمنى لكم التوفيق أستاذ جوان. وأخيرا وليس آخرا أكيد مرة تانية بنشكر كل القائمين على هذا المجمع، شكرا لوجودك معنا. إذا بتسمحي لي إذا معي نص دقيقة بدي أتوجه بالشكر للمهندس علي مبيض معاون الوزير الثقافة والدكتور سلمان عميد كلية العمارة. الآن كنا موجودين في مجمع دمر وعملنا هيك نظرة على المسرح، وإن شاء الله حيكون في ورشة عمل لطلاب العمارة ودكاترتها لتحسين وتحديث خليني أقول المسرح والبناء، وإن شاء الله بتكون نتائج حلوة بنوعدكم فيها. نوجه لنا تحية كلنا. أكيد عنا ثقة فيك كتير كبيرة، وعنا ثقة بكل فريقك وبكل حدا عم يشتغل من أجل الفن. تستمع. وإن شاء الله منتمنى يا رب من كل أنحاء العالم يجوا ويشوفوا شو عم نشتغل نحن بسوريا قريبا إن شاء الله. شكرا كتير.